السحر هذا. وش على السحر ديالك ولا في ورق؟ لأنه وقع إشكال. المشكل اللي وقع هو أنني الأسحار اللي كيجيبوها الناس كان عقل عليها، ولكن هذا السحر ما توحد ما جابوا ليا وما سوقش الحلف تحته، فتفاجئنا البارح وقيناها في المكتب ديالي، يعني مش ديالك، شكينا في حال وحده هو الأسحار ديالك، ربما يكون وضعنا معها ولا أنت وضعتيها معها ولا كذا. لا أنا عندي أنا قرعة صافي. طيب اذا هادو ما معاهمش، اذا اشاره هذا السحر وجدناه في المركز، مركز السحر اخر، اسحار الجن والشياطين الانس والجن، يعني هذا سحر في المركز، هذا على المكتب مخبع في المكتب، لما طلبت منهم يفتحوا انهم يجمعوا المكتب لان بغينا نخرجوا، كان تفاجئوا انه كان مخبع في المكتب. أنا في صافي هذه الكلمة نتأكد، لأن الأسحار الأخرى كلها عاقلين عليها وعارفينها إلا هذا السحر اللي ما تذكرناهش. فسبحان الله وحنا على يقين كلنا أننا لم ما سبقش نفتحناه وتا واحد ما جابو لينا ولا لقيناه، يعني هذا السحر جديد. طيب واضح، هذه غير النقطة الأولى بغيت نشير ليها باش نبين الأمر.